سعد الله مساءكم بكل خير المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نرجو من الله تعالى أن يهل علينا هذا العيد واليمن ويعمه الأمن والسلام والعافية والسلام على الجميع يا رب. كنا معكم في حلقات متميزة خلال هذا الشهر الكريم، أيضا نحن معكم اليوم في حلقة متميزة ولكن فيها الكثير من المواضيع العيدية إلى جانب المواضيع الفقهية والروحانية التي كانت حاضرة معنا منذ بداية هذا الشهر. سعد مساكم مرة ثانية لمتابعينا من المنازل ومتابعي أيضا بثنا مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك يمن شباب، وأيضا يسعد مساك صفاء. يسعد مساك حمير لك ولكل المشاهدين أينما كانوا، مشاهدينا في ربوع اليمن وفي بلدان الاغتراب، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وبإذن الله يعود علينا هذا العيد باليمن والخير والبركات. العيد في معناه الديني هو شكر لله على تمام العبادة، وفي معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة. وكان من هدي نبينا الكريم في العيد أنه يظهر الفرح والسرور ويدخله في نفوس المسلمين ويدعوهم إلى الترحم والتكافل فيما بينهم. سيكون عنوان فقرتنا النقاشية في هذه الحلقة هو عن التكافل ودورها في إبراز فرحة العيد، وسيكون معنا ضيف عبر الأقمار الصناعية. تماما، بالإضافة للكثير من المواضيع المتميزة الحاضرة معنا من الآن وحتى الثالثة والربع. خلونا نبدأ معكم هذه الحلقة بفاصل إنشادي ربما حتى عيدي، ثم نعود بعده للبدء بهذه الحلقة. تروحش بعيد، خلكم معنا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك تلا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عنك تلا. مهما قالوا عني حبك في حلا. أهلا بكم مشاهدينا وعيدكم مبارك أينما كنتم. ورغم أن العيد هذا العام يطل علينا وبلادنا تعاني الكثير من الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية، إلا أن الناس يصرون على الاحتفال به بأقل الإمكانيات المتوفرة لديهم. الزميلة سالي المخلافي إذن مشاهدينا الأكارم رصدت لنا الأجواء والتجهيزات للعيد، وأيضا سألت الشارع التعزي تحديدا ما هي أبرز العادات التي يقومون بها واعتادوا على القيام بها خلال عيد الفطر المبارك أو حتى في أي عيد من أعيادنا المباركة. دعونا نتابع هذه التفاصيل في هذا التقرير. تعود الناس في كل عيد على زيارة الأهل والأقارب في محافظات مختلفة أو في أماكن معينة. نشاهد في هذا الاستطلاع ما الذي تبقى من هذه العادات وما الذي تغير. إيش العادات اللي متعود تسويها كل عيد؟ والله العادات التي نسويها كل عيد الزيارة، السفر إلى القرية، زيارة الأقارب والأرحام. طيب بالنسبة للطريق، هل ما زالت بسهولة زي ما كانت قبل الحرب أو أصبح هناك صعوبة؟
لا لا، أصبح الآن صعوبة جدا التنقلات، خاصة الذي معه أسر بعيدة خارج الحوان، وهذا أصبح السفر مشقة صعبة. أول يوم من العيد طبعا زيارة الأهل والأقارب، وبعدين نوديهم الحديقة، أكيد أنهم منتظرين مننا نوديهم الحديقة، وبعدين يعني نجلس جلسة عائلية بعد العشاء، وبعدين خلاص يبدأ جو رمضان، من كان العيد من ثلاثة العيد نبدأ صيام السيد، والأطفال ما شاء الله يخرجوا يقرحوا طماش ويزعقوا الناس ما يخليهمش يرقدوا، يضطر واحد بعدين يخرج يزاور الأهل. بس نجتمع الأهل والأصدقاء في يوم العيد، فتكون الجلسة حلوة يعني، تألف بينهم المودة والألفة بين الأهل والأصدقاء. ما أقدرش أوصف لك أكثر من كذا يعني، هي تغمرنا فرحة يعني ما غير أيام السنة يعني. نروح البلاد نسلم على الأهل والأصحاب والأصدقاء، وعند يعني أهلنا اللي في البلاد نجلس يعني طول السنة، لما أيام العيد نروح نشوفهم ونزاورهم. أقضي إجازة العيد طبعا أول يوم جيز البقية نسمره كامل مع النهار، لأنه نضطر نحن نشتغل شغل إضافي ونعمل عليه مشان نلبي مصروف اليوم الثاني، نحن بنرقد بيكون إجازة بأي عمل هذا معروف شيء، وخلاص بعدين اليوم الثاني تبدأ ترقد نهار وتقوم ليل يوم يومين، ترجع تحاول تعايش وضعك الوضع اللي بيكون يومه، مشان خلاص يبدأ دوام جديد عمل جديد، الشغل يبدأ زي ما كان من قبل بالأيام العادية، دوام نهار ورقد ليل. نقضي إجازة العيد مع الأقارب مع الأهل، نعود للقرية في كل عيد ونزور الأقارب الأرحام، نتفقد الأصدقاء أيضا، ونذهب إلى بعض الأعراس إلى بعض الأماكن، وفقنا الله عز وجل. ويأتي العيد متقلم بالهموم والاحتياجات العيد ومتطلبات العيد، فما يجعلكش تتحرك أكثر يعني، ما عادش عندنا في تعز أو في مش عندنا ترفيه ولا عندنا سياحة، بقدر يا الله أنت تستطيع أن تقوم بأقل أهم الواجبات عليك. الآن نقضي يعني الآن في الضباب في صبر، لكن كان في الماضي يعني كنا نقضيها فيما في القرى زيارات للأهل والأقارب. هكذا تعرفنا مشاهدينا كيف يقضي الناس أيام العيد ما بين السفر إلى القرى وزيارة الأهل والأقارب واصطحاب الأطفال إلى المتنزهات والحدائق. لبرنامج رمضان والناس، سالي المخلافي. نعم، هذه يمكن أبرز المظاهر الموجودة في العيد، زيارة الأهل والأقارب، وأيضا ربما الكثير من الناس يذهبون إلى القرى ليعيدوا مع أهليهم، وأيضا هناك كثير من الأفراح فعليا في القرى، وبالإضافة أكيد إلى الذهاب إلى الحدائق إذا كانت متاحة في المدينة. ويمكن حاجة ما ذكرهاش أنه الواحد لازم يسمع أو يشوف مسرحيات العيد، مسرحيات مدرسة المشاغبين، وكالعادة كل هذه المسرحيات اللي لازم نشوفها كل عيد وما يعني ما نزهقش منها. يمكن أكثر حاجة حتى بتميز العيد أنه الناس كلهم بيكونوا لابسين ملابس جديدة، واللي مش لابس ملابس جديدة هي مش عنوان لكل عيد، ولكن على الأقل بتكون ملابس نظيفة ومرتبة، غالب الناس حالقين ومشطين متعطرين، فهذه حتى من الحاجات الجميلة بتميز العيد. كنا تعودنا وتكلمنا خلال شهر رمضان أنه لازم يكون في صلة أرحام، ولكن العيد خلاص إلى جانب أنه واجب ديني أو حتى سنة دينية، ايضا هو يعني صار مثل العادات والتقاليد عندنا، هذه من الحاجات ايضا الجميله والمتميزه، كل الناس بيعودوا بعض وكل الناس بيزوروا بعض. نعم. الى موضوع مختلف مشاهدينا الكرام، والى في قصائم نعرفكم فيه عن الطرق التي تساعدكم على التعامل مع ما بعد رمضان، ويجدر بالمسلم الحرص على الثبات لما قدمه من اعمال وعبادات وقربات في شهر رمضان المبارك، اقتداء في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، اذ كان حريصا على اداء الاعمال الصالحه دائما في رمضان وفي غير رمضان. نعم، إذا نتعرف على المزيد من الشيخ إبراهيم الجرمي، حيث يحدثنا عن كيف يمكن الثبات على كل ما قدمناه خلال شهر رمضان المبارك. بسم الله، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، وبعد، يا من صمت وقمت، ويا من أخرجت صدقة الفطر، ويا من قمت ليلة القدر، ويا من شعرت بالإيمان وشعرت بنبض اليقين، ويا من كنت مع إخوانك المسلمين يدا واحدة، أيليق بك بعد ذلك بعد رمضان أن تنسى رمضان؟
أيليق بنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. نعم، لك أن تحسب ذلك حسبة، أنه 30 زائد 6 36، كل واحد بعشر حسنات 360، وهذا هو العام، كان كمن صام الدهر. هنيئا لك بهذا. إذن علينا أن نبدأ بصيام شهر شوال، لكن هل هذا على التتابع؟ ليس بالضرورة. ثم أتبعه ستا من شوال، أي ستة من شوال. بعض الناس يصومون الأخف عليهم، يصومون كل اثنين وخميس من شوال حتى يتكامل معهم ستة أيام. ويجوز لك إن كنت ذا عزيمة وقادرا أن تبدأ من اثنين شوال في صيام ستة من شوال، ولا حرج في ذلك. هل هذا على سبيل الحتم والإلزام؟ لا، هذا على سبيل الفضل وسبيل الاستحباب ورفع الدرجات وقبول رمضان، لأنه هذا رمضان أيها الكرام يعني يجب أن يتبع بالعمل الصالح. يعني لا يليق بنا وقد صمنا رمضان أن نقول كما قال ذلك: رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا كأنه لم يصم. إذا هذا رمضان لم نأخذ منه الجرعة الوافية لما لرمضان القادم من علاقة في الله وعلاقة مع الصيام والقرآن والتلاوة، بصير في عندنا خلل. فمن هذا الباب مثلا صدقة الفطر أو زكاة المال، أيليق بنا بعد رمضان أن ننسى المحتاجين، ولا الواجب علينا أن نتفقدهم كما تفقدناهم في رمضان؟ أيليق بنا وقد كانت لنا ختمة وختمات في رمضان وتلاوة وتدبر، سواء في ختمة خاصة أو استماع في التراويح، أيليق بنا أن نهجر كتاب الله؟ طب أيليق بنا وقد اصطلحنا مع أهلينا وأقاربنا وجيراننا وفي العمل ثم نرجع إلى الخصومات والمخالفات؟ أين هو رمضان؟ إذن رمضان أيها الكرام يعطي شحنة عظيمة، شحنة عظيمة تبقى مع الإنسان كلما طالت وكلما وصلت إلى رمضان القادم، يكون هذا الإنسان قد استفاد استفادة حقيقية. طيب، رمضان هو شهر ضبط الإيرادات وضبط الغرائز. يعني بعض العادات المستحكمة مثل عادة الدخان، عافانا الله وإياكم، لو أن إنسان فعلا ضبط شهوته في رمضان، خفف القليل ثم قطعها نهائيا وبقي على ذلك، هذا استفاد من رمضان، هذا بقيت معه آثار رمضان. فآثار رمضان آثار عظيمة أيها الكرام، على مستوى نفسك، مستوى الأمة، مستوى علاقتك مع كتاب الله، مع الصيام، مع العمل الصالح. تقبل الله منا ومنكم. يعطيك ألف عافية شيخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا أيضا طوال هذا أيام الشهر المبارك، يعطيك ألف عافية، استفدنا منك الكثير. فكرة أنه واحد العادات الإيجابية اللي اكتسبها خلال شهر رمضان لازم يأخذها معاه إلى بعد شهر رمضان، أتمنى أن هذه الفكرة تكون موجودة ومغروسة داخلكم، مش بس كلام، لازم يكون كلام، وإحنا مؤمنين ومتيقنين أن إحنا قادرين ننفذها. نعم. نحن مستمرين معكم إذن في رمضان والناس، ولكن بعد هذا الفاصل. يقتلونك ليش؟ إنهم يتجمعون ويزداد عددهم يوما بعد يوم. لقد أحضرونا رهائن يا سنة، لا لكي نتعلم أصول الدين. رأيتها كيف أن هؤلاء الناس يدفعون لنا الأرباح الكثيرة مقابل قطعة صغيرة جدا بلا قيمة. ألا يكفي أنه ابن الحلاق الذي يعمل في هذه المهنة الوضيعة والحقيرة؟ لماذا يكرهك الناس؟ صحيح؟ انتهى الأمر. يكرهونني ويحتقرونني لأنني حلاق. يا رب كل ما أتمناه ولد أو بنت. لن تخرجا مرة أخرى لوحدكما، أنا سأكون معكما. وما هو سرك يا بكر؟ ميثاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل سيعطيني حقي آجلا أم عاجلا. لن أتركه لك لوحدك، فهو يخصني أيضا. إذا علي الذهاب لولي العهد.
ومخازن قصري فارغة من القمح والطعام. اقتل. اللهم احمي اليمن وشعبها المسكين من الظلم والفقر والبؤس يا أرحم الراحمين. مرحبا مجددا مشاهدينا الاكرم في كل مكان. وصفه من وصفات مطبخ رمضان والناس منتظرتكم هذه المره، ونتعرف عليها اكثر اكيد مع شفت هنا العتيبي والزميله صفا. نعم، هي وصفه اكيد عيديه كالعاده، انه خلاص قرب العيد. خلينا نروح اذا مشاهدينا نشوف ايش هي الوصفه. هتكون كعك حاجه فيها تشكيل كعك او حاجه قريبه. مساء الخير شفت هنا. مساء الخيرات عليك وعلى حمير وعلى المشاهدين. بما انه خلص صرنا خواتيم، كل عام وانتم بخير. يعني العيد على الابواب، يا بكره يا بعد عم نستنى العيد. بدنا نعمل نستمر بالفقرات او في وصفات الحلو اللي راح نقدمها في العيد. اليوم راح نعمل اصابع التمر. عجينه بالطحين راح نستعملها، مش راح نستعمل السميد. راح نحملها بحشوه عجوه، راح نعملها شكل اصابع، شكلها كثير حلو وان شاء الله تكون وصفه سهله. نبدا بالعجين. عندي العجين هي عباره عن 5 أكواب طحين، راح نبسها او نضيفها للماده الدهنيه. شو حتكون عندي؟ حتكون 1.25 كوب سمن مذاب، ويكون نحاول يكون شوي حار لحتى يفتح حبات الطحين بيطلع افضل. عندي 1.25 كوب زيت، يعني انا عندي مجموع الدهن 2. يا اما بنستعمله كامل سمنه، او انا بفضل اضيف الزيت لحتى بضل الكعك فيه طراوه، بضل طري. تمام. فكوب كوب وربع سمن، 1.25 كوب زيت. راح نعجنه بتقريبا 1 كوب حليب، بدنا نشوف شو عم راح تاخذ الكميه سائل. راح نضيف لها 0.5 كوب سكر ناعم، راح نتبلها بمحلب مطحون، عندي هون تقريبا معلقه صغيره. طلع انا استغربته مستكة. ما بتعرفوا المحلب؟ انا ما اعرف. لا هو شوف اجمالا، لا هو مش دارج في اليمن، بس هو نوع من البهارات اللي بنستعملها بالحلويات، سواء القطايف او حتى الكعك، او بيدخل في اسمه محلب. اسمه محلب. بكون عباره عن بذور، يعني هذا لو قربناه للكاميرا شوي، وهلا هذا مطحون. بكون عباره عن، يلا بعرف كان جبت البذور معي. اوكي. بكون بذور صغيره لونها ابيض، يعني بكون شبيه لونها بهاي الماده. بتكون صلبه شوي، بتنطحن مع سكر عاده. مستكه الماده الرافعه راح تكون عندي، هي عباره عن خميره، معلقه صغيره ونص معلقه بيكنج نص معلقه سوري خميره ومعلقه بيكنج باودر. حنحط حبه البركه، معلقه كبيره، وحبتين سمسم محمص في العجين. هلا العجوه راح تكون عندي طبعا عجوه التمر اللي بدون بزر مع مطحونه، راح نتبلها بنص او رشه جص الطيب، يعني طعمتها قويه، بدناش نكتر لانها فريش طازه بشرناها. هيل، ينسون، وقرفه. ايضا راح نضيف لها السمسم المحمص تقريبا 2 كبار لـ3. تمام، هاي هي المقادير عندنا. بتمنى انكم تلاقوا كل المكونات هذه. يعني يمكن هي المحلب اللي شويه جديده علي انا، ممكن تكون دارجه في اليمن. نستعمل اذا خلونا، اذا هي نوع من المطيبات. خلونا نروح نعيد عليكم المقادير لاصابع التمر، وهي كالتالي: 5 أكواب طحين، طحين ابيض ابيض، ونص كوب سكر ناعم، رشه مستكه، ملعقتين كبيره حبه البركه، ملعقتين كبيره سمسم، وملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة محلب، ورشة ملح، 1.25 كوب سمنة، 3/4 كوب زيت نباتي، وحليب دافي. الحشوة عبارة عن عجوة التمر، ملعقة كبيرة من كل من القرفة واليانسون والهيل المطحون، وربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب، مع ملعقتين كبيرة سمنة. السمنة احنا حاطينها، حطيتها على الفرن، حطها على الفرن لحتى شوية تذوب. شوية راح نضيف نعجن العجوة بمعلقتين سمنة، بس حطينا شوية عشانها بتكون جامدة من برودة. قلت يفضل انها تكون جامدة هنا هون، لازم ساخنة؟ تكون ساخنة شوية، يعني مش نقول لدرجة الغليان، بس تكون يعني انه ما تطقيها لما تحط اصبعتك فيها، تكون حارة شوي.
طبعا اللي بيميز الكعك بدنا نقول في بلاد الشام عن اليمن انه بنستعمل كثير مطيبات. لاحظت فيه كثير عندي البهارات سواء المستكه المستكه والمحلب والهيل واليانسون، فبنعتمد كثير على المطيبات فيعطي نكهه للكعك. بس لما سويت الكيك البلدي اليمني هذاك شو زاكي كثير فظيع طيب جدا. انا ندمت ان انا اخذت بس حبتين، انا اخذت 3 حبات ندمت بصراحه. ماشي، طبعا هتلاقوا وصفة الكعك البلدي اليمني بالحلقات السابقة، ممكن تقدروا ترجعوا لها. رح نبدأ بالمواد الجافة، عندي هون 5 أكواب طحين. رح نضيف عليهم المواد الجافة، نحاول كلها. مش محتاجين هنا نخل. لا هو بشوف اجمالا هذا اللي هو طحين يعني من النوع الجيد اللي يعني نضيف مش محتاج تنخيل. بس دائما بالحلويات يعني بيفضل تتنخل، اذا شكينا ممكن يكون في شوائب او ممكن يكون في شيء. هلا رح اضيف المواد الجافة، عندي هون البيكنج باودر. عندي خميرة معلقة صغيرة قلنا. المحلب هذه معناته الوصفة شوية حترتفع؟ شوي راح ترتفع بس مش كثير على فكرة، يعني نص معلقة خميرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر على كمية العجين هاي مش كثير. احنا ما بنفضل كثير ينفخ حتى يضل فيه يضل بسكوت، إذا نفخ كثير بصير خبز يعني بيفقد القرمشة تبعه، وبيفقد إذا في تشكيلة أوقات بنزينه بقالب كذا بروح الشكل. ماشي، فعشان هيك بنفضل لما يكون في مواد بسيطة. يعني عادة البسكويت أو هاي النوعيات بكونش فيها كثير مواد نافخة أو رافعة. حطينا السكر الناعم، راح نحط الإزحة أو حبة البركة، عندي معلقة كبيرة وراح نحط. يعني إحنا ما كثرنا هنا سكر، في أكيد العجوة. العجوة حلوة. حلوة. السمسم المحمص معلقتين كبار. هلأ المستكة بما إنها عندي اليوم سائلة راح أضيفها يا على السمنة يا على الزيت لحتى تتوزع أحسن كالعادة. يعني نحط يعني شوي يعني أزود من الرز اللي من هذه الرز حطينا له بس نقطة وكان طعمه لذيذ. يعني بدنا نقول ربع معلقة حطينا على السمنة عشان تتوزع بشكل أفضل، لأنه إذا حطيتهم راح تضلها كتلة في الوسط. أنا بنخلط هلا المواد الجافة. طبعا الكوب نفسه عيرت فيه كل المواد سواء المواد الجافة أو حتى المواد السائلة اللي هي السمنة والحليب والزيت. كذا اسهل في المقادير، هيك اضبط بتطلع. راح نحط رشه ملح، اذا في اكواب معياريه بيكون طبعا يفضل لكم تستخدموها، ولكن حتى تسهل عليكم شتان الموضوع نفس من نفس الكوب. بعدين شيء مهم انه واحد يلتزم بالمقادير بالذات يعني في الحلويات وفي الكعك. في الحلويات بدها مقادير، يعني ما بينفع نقول مش زي اللي بدنا نقول ما تطلع خربانه نكتشف انه طبيخ يعني في خلل في المقادير. راح نضيف السمنة، ما أخذنا بالنا منها. تمام، وراح نضيف الزيت طبعا لأنه بده يطلع بسكوت كمية الدهن بتكون هذا شوي عالية. هذا بسكوت التمر اللي بنشتريه جاهز معلب شبهه؟ لا هو أكيد أطيب من الجاهز هو بس أكيد بس إنه أقصد يعني نفس الفكرة. كنا رح نعمله أصابع اليوم. حركه شوي بالمعلقة هيك، بعدين أعجن بإيدي. هلا بما انه طحين مش محتاج ان نبسه بالدهون فتره طويله. هلا عاده عملته معكم العام اللي هو بالسميد، الكعك اللي بالسميد او المعمول بالسميد المفروض ينترك بالدهون بالقليل 24 ساعه لحتى حبات السميد تتشرب الدهون تتفتح معي. اما الطحين يعني مش كثير محتاج وقت، ممكن انا بس اني اريحه لحتى بس يخمر وكافي. احنا عندنا الان 24 ساعه احنا لا المفروض نبسه قبل الوقت طبعا. السميد بده وقت قبل بيوقت. حتى في اوقات يعني امهاتنا اللي معهم وقت زمان كانوا، احنا هلا بطلنا فاضيين زي زمان، كنا كانوا يبسوه يومين وثلاثه واربع. تمام، كل ما ترك الوقت اطول كل ما كان افضل، كل ما اعطاني نتيجه احلى. انا هيك تقريبا كل حبات. طبعا السمنه ومليانه هي دهون مشبعه، ممكن عشان كذا تكون يعني عاليه في السعرات الحراريه، فما ينصحش انه نكثر كثير من الكعك في العيد. هيك انا عندي الدهون تشرب، هلا بدي ابدا اعجن بالحليب، بدي اشوف شو بياخذ معي حليب. رح نبدا بربع الكوب. طبعا الكعك مش عجين، ما بدنا نعجن، بدنا زي بقولوها يعني مصطلح نبلعه، خليه يبلع السائل بس، يعني حاول هيك تحريك بسيط انه يشرب السائل، ما بدنا نعجنه لحتى ما بدي يصير خبز، بدي يضله بسكوت. هذا في كل العجين تبع اي كل كعك، كل الكعك بشكل عام البسكوت حتى الكوكيز اي نوع مش لازم يتعجن كثير، لازم بس هيك تبليع بنقوله يبل منبلعه بالسائل، بنخليه منحركه شوي شوي بس لحتى تدليع يشرب. ممكن مندلعه مندلعه ما منعجنه.
لحتى ما اللي هو المادة ذكرناها قبل هيك أكثر من مرة اللي هي مادة الجلوتين تطلع بصير عندي خبز. تمام. احنا كمان لما رحنا عجلنا الكيك اليوناني أو الكعك اليوناني بنفس الطريقة برضو. هذاك فركناه فرك، هذاك كان كرمبل أكثر منه من إنه عجين يعني. كان أقل يعني دلعنا أكثر هذاك. هذاك ريحنا أكثر. بضلني أضيف السائل بالتدريج. أنا نفسي أساعدك صراحة ولكن. لا بالتعجين صعب. نحط ايدينا التنتين في الجاط. لازم نحط ايدينا التنتين، بجوز لو عجنة كبيرة بينفع. في ناس بيدلعوا على الطبخ يقول لك هلا شوفي الكمية هاي ما كانوا زمان يعملوها. يعني يقول لك خمس كاسات طحين ايش انت عامل، مش عامله كعك، كانوا يعملوا بالارطال يعني مثلا اقل عيله اقل عيله تعمل لها ثلاث ارطال يعني 9 كيلو. هذا هاي مش عامله، مش يعني مش مغلبه حالها كثير، فانه هاي الكميات لا تذكر يعني. صار والبنات يدلعوا شويه ما يرقوش حالهم في المطبخ. انا هيك كميه الحليب كافيه بدها شوي بس. خليت اشرب كميه الحليب هاي وبتكون تقريبا العجين جاهزه. راح ابدا هلا اورجيكم كيف راح نجهز العجوة. كل هذه المطيبات هي للعجوة أصلا، النكهة في العجوة أكثر. الطحين عادة العجين بحطوا فيها بس المحلب. بس المستكة المستكة لأنها أجمالا العجوة ما بتظهر فيها نكهة المستكة قوية. هيك أنا عندي تقريبا العجين جاهزة، راح نتركها نريحها. رح نتركها تختمر فترة لأنه فيها خميرة، بدي إياها شوي تختمر حتى بتعطيني نتيجة أفضل. هلأ بدنا نرجيكم في عجينة نحطها بالثلاجة أو عجينة بنحطها تخمر؟ لا هاي بدنا إياها تخمر، بدها مكان دافي. العجين اللي بدها مكان بارد اللي ما فيها خميرة. هي عجين فيها خميرة معناته لازم مكان دافي. تمام. أنا هندي هون العجوة، طبعا اليوم الجو بارد شوي أو الاستوديو بارد. رح أحط جزء من السمنة، مش رح نحطها كلها، ملعقتين زي ما ذكرنا تقريبا، معلقتين تقريبا ملعقتين. جوز الطيب اللي ما بعرفه بتكون عباره عن كره زي هاي، حطينا تقريبا ربع معلقه لانه طعمتها قويه. حطينا قرفه، ينسون، وهي المطحون. هاي البهارات اللي تقريبا معتمده في الحلويات عندنا في المعمول او الكعك. نحط سمسم محمص لازم يكون. وهيك انا عندي مكونات العجوة من العطار ولا هلا في محمص عند العطار وبتقدر انت تحمصي. هلا عاده المحمص عند العطار بكون فيه ملح، بدك تنتبهي يكون مالح لانه بحمي انه يفسد، لانه اذا تحمص تلاقيه بيخرب بسرعه. تمام. يعني نحمصه ممكن على بالطاوه من غير زيت من غير اي شيء، من غير ولا شيء، شويه حراره بتحمص بعدين سريع يعني بيحترق بسرعه، لازم نكون حذرين. انا هيك بنكمل تعجين العجوه، بتكون عندي العجوه جاهزه طبعاً. والعجينه جاهزه. وبنستنى لحتى تخمر مع العجين. ماشي، كم حتحتاجي تخمري العجينه شوي؟ هلا انا بدي احطها عند الفرن عشان يكون دافي، بدي احطها ربع ساعه ان شاء الله، ربع ساعه بتكون خامره. تمام اوكي خلاص. اذا مشاهدينا خلونا نروح الان لفاصل، اكيد حنشوف باقي الخطوات في تحضير اصابع التمر. فاصل قصير ونعود. فقرة التغذية مشاهدينا الكرام لهذا المساء حددناها للحديث عن حلويات العيد ونصائح لعدم الاكثار من تناولها. اكيد في مزورات وعيديات كثيره ولازم في كل بيت تاكلوا فيه، لكن تبدا العديد حتى من محل الحلويات
تحضير أصناف وأنواع مختلفة من حلويات العيد التي يقبل على شرائها الكثير من الناس، لكن قد لا تكون هذه الأصناف معدة بطريقة صحية ونظيفة، وربما تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والسكر. نعم، لذلك أكيد ينبغي الاهتمام عند شرائها على هذه النقاط. أخصائية التغذية اليوم تقدم لنا نصائح حول هذا الموضوع، نتابع وإياكم. يسعد أوقاتكم مشاهدين الكرام، بهيك بنكون وصلنا سوا لفقرة تغذوية جديدة. بنتمنى حلول عيد فطر سعيد، وبنتمنى كمان أنه يكون هيك نهاية رمضان مليء بالطاعات، وإن شاء الله بينعاد علينا وعلى عائلاتنا بالخير والبركة. دائما مع اقتراب العيد بنصير محتارين شو لازم ناكل من حلويات العيد، خصوصا انه نحن متحمسين لهالعيد ولاجواءه ولتفاصيله الصغيره اللي تعودنا عليها منه نحن صغار. اللي بدنا نحكي بفقرتنا التغذويه لليوم انه كيف بقدر اتناول حلويات العيد ولكن بعيدا عن المضار اللي ممكن تصيبني فيها، خصوصا انه بنعرف انه حلويات العيد بتكون غنيه بالسكريات، غنيه بالدهون، وكلياتها سعرات حراريه. لبدايه يوم عيد صحي وجميل عشان كمان ما ينتهي بعسر هضم ومشاكل بالمعده، لازم نبدا بدايه بوجبه افطار تكون خفيفه نوعا ما وتكون غنيه بالالياف، وكمان يكون خلينا نقول فيها حصص نوعا ما جيده من البروتين. بهالطريقه انا ببلش اهيئ معدتي لاستقبال باقي الوجبات خلال هذا النهار، خصوصا انه نحن تعودنا خلال شهر رمضان عم نمتنع بهي الفترة أو بهذا التوقيت تحديدا عن تناول الطعام. الشغلة الثانية واللي بننصح فيها لليوم إنه لما نيجي نتناول حلويات العيد نكتفي باثنين إلى ثلاث حبات بغض النظر عن النوعية خلال نهار العيد، وما نتناول أكثر من هيك. لما نيجي ننتقي هاي الحلويات دائما خلي عيوننا توقع على حبات الحلويات اللي بتكون صغيرة بالحجم، بهالطريقة بضمن اني عم باخذ سعرات حرارية اقل نوعا ما. كمان بدنا نحرص على تناول اكواب من الماء من 2 الى 3 اكواب خلال نهار العيد، يعني مش نضلنا بس عم ناكل سكر. بدنا ننظم وجباتنا لوجبات صغيره ومتعدده، يعني ما في مشكله لو انا هيك عم بتفتل بالعيد او رايح اعيد على العائله على الاصدقاء يضل معي دائما سناكات صغيره مثل تفاحه مثل موزه مثل انواع فواكه من حبه الى حبتين. كمان بننصح المشاهدين الكرام بنهار العيد انه يتناولوا او يشربوا عصير الحمضيات، لانه دائما بيقلل من امتصاص الدهون بالجسم. كمان نرجع لإعداد حلويات العيد، دائما ست البيت بتتفنن بأنواع طيبة من الحلويات، ولكن نوجه رسالة للست اللي عم بتعد هي الحلويات، خلي حلوياتك هالسنة أقل بالسكر، يعني كل ما أضفنا كميات سكر أقل بنعرف أنه عم نعمل حلويات مايلة لأنها تكون صحية قدر الإمكان. كمان الدهون المستخدمة بإعداد هاي الحلويات خليها تكون دهون حيوانية، لأنه دائما الدهون الحيوانية بإعداد الحلويات بيكون أكثر فائدة من الدهون النباتية. ولما نيجي لاستخدام الدقيق اللي هو بيكون الصنف الأساسي أو العنصر الأساسي داخل أغلب حلوياتنا العربية، نحاول نستخدم الدقيق المصنوع من حبة القمح كاملة لحتى نتجنب الطحين الأبيض اللي ممكن يعمل تلبكات معوية أو يمكن يعمل عسر بالهضم أكثر من غيره. بنتمنى لكم نهاية رمضان سعيد، وإن شاء الله بداية عيد سعيد. إن شاء الله دائما كل أيامنا العربية تكون كلها أعياد وفرحة. نتمنى أنه فعليا كانت فقراتنا التغذوية خلال شهر رمضان مفيدة ولبت احتياجكم. أخصائية التغذية دعاء العراني كانت معكم. يعطيك الف عافيه ست دعاء، وشكرا جزيلا لك على كل الفقرات المتميزه اللي كانت حاضره معنا من بدايه هذا الشهر الكريم. فعلا الجهاز الهضمي على الاقل بيكون مش متعود على الاكل، انت معود على صيام لفتره طويله جدا، مش معقول على طول اول يوم في العيد كلنا ناكل كل حاجه نلاقيها قدامنا، مش معقول ابدا، لازم شويه شويه وخففوا
حاولوا انتم تصوموا الست البيض حتى عشان تساعدكم انه تخلطوا بين صيام وبين افطار عشان الجسم شويه شويه يبدا يرجع يتاقلم من جديد على موضوع الافطار وموضوع الاكلات يمكن حتى الكبيره، او حتى يمكن ان انت تستغل الموضوع بما انك عرفت انك تضبط بطنك وتمشيها زي ما انت حاب انك تمشيها زي ما كنت تمشيها اثناء فتره الصيام، حاول انت شويه توزع الاكلات اللي بتاكلها كله اكل نظيف ولو بكميات اقل. هي عوده تدريجيه انصح بها اخصائي التغذيه دائما ما بعد رمضان حتى لا يكون هناك اي مشاكل صحيه في النظام الغذائي الجديد بعد رمضان، وخصوصا مع ربما من لديه مشاكل صحيه في ارتفاع الكوليسترول وايضا امراض القلب، لانه يعني حتى قطعه لحم واحده كافيه يعني قد الكف تقريبا كافيه انه واحد ياخذ احتياجه اليومي من الكوليسترول، فممكن زياده من ذلك من اللحم ومن الكعك تسبب مشاكل خصوصا لمن لديهم ارتفاع في الكوليسترول او في امراض القلب. الى استطلاع من الشارع وما هي اماكن الترفيه التي يقصده الناس في العيد. تفضل العديد من الاسر اليمنيه خلال ايام العيد قضاء هذه الاوقات الجميله في المتنزهات والحدائق والمقايل، فيما يفضل اخرون الذهاب الى الارياف وقضاء عطله العيد مع اهاليهم هناك. تماما، اكيد فكره انه احنا نروح عند الارياف ونعيش الاجواء الهادئه وبعيد عن المدينه اتوقع انها من اجمل أفكار، لو حد عنده ريف أكيد ما بيسيبش هذه الفكرة. إذا سنجيب عن سؤال ما هي أماكن الترفيه التي يقصدها الناس في العيد مع زميلة سونيا الحرازي في هذا الاستطلاع. من منا لا يسعد بقدوم العيد ويستقبله بكل فرحة وبهجة، ولا تحلو فرحة العيد إلا بالذهاب إلى الأماكن الترفيهية، خصوصا عند اجتماع كافة الأسرة في هذه الأماكن، فهي تضيف نكهة مميزة للعيد. في هذا الاستطلاع سأخذكم في جولة صغيرة نتعرف فيها على الأماكن التي يقصدها الناس في أيام العيد. وين تقضي العيد؟ نقضي العيد في تعز، نطلع إلى قبل صبير ونروح الضباب، وبعض الأعياد يعني نروح إلى القرية. كيف يكون الأجواء هناك بالقرية؟ حلوة يعني في أمطار، إذا في البلاد يعني تكون. أنت والأسرة أو لحالك؟ أنا والأسرة والبيت. حلو طبعا قدوم الضبا معروف، الماء والخضرة نجلس والأطفال يسبحوا يلعبوا وإحنا مخزنين جالسين. إحنا نعيد هنا بتعز، نروح جبل صبير، نروح الضباب، هذه الأيام الأجواء روعة بصبير أنا والأهل. إيش الأماكن اللي تقصدها بالعيد؟ نقصد الحدائق ونقصد أيضا الجبهات، نزور الأبطال ونعمل لفة الحدائق. أنت والأسرة؟ أيوة أنا والأسرة. غير الأماكن هل تروح القرية؟ وين تقضي العيد؟ لا القرية مع الحوثة ما نقدرش نروح. الأماكن نزورها زي مثلا الحديقة، الأهل، الأقارب، الأماكن المنتزهات. فين تقضي العيد؟ نقضي العيد في محافظة تعز. لا نستطيع الخروج للأماكن بسبب عورة الطريق، بسبب غلاء المعيشة، بسبب غلاء المواصلات، يعني ما نستطيع خروج نزور الأهل الذي هم قريب، بيننا وبينهم مسافة يعني ما يقارب 5 دقائق الآن أصبحت الساعات. طيب هل في هناك أماكن ترفيهية تقصدها أو تروح أنت والأسرة؟ والله شوفي الأماكن الترفيهية إحنا أصبحنا بمنطقة محاصرة ومحدودين يعني، وأصبحت يعني مناطق بعيدة، لما بيفتحوا منتزهات فتحوا ذحين في برباشا مناطق بعيدة، يعني أصبح لنا الخروج ذحين أصبح معنا الترباح اللي إحنا بنخرج العين، منتزهات السكون، وتفتقر ما يش انه دحين متوفر جميع الترفيه والاستراتيجيه اللي يحتاجها الاطفال، نحتاج يعني الراحه، تفتقر بعض حاجات. في عندنا منطقه اسمها العدارسه، هناك منطقه تعتبر منطقه سياحيه، تمام، نخله، هذه المناطق اللي عندنا، وادي نخله يوم تعدد لا قرب تهمه. ايش مميزة هذا الوادي؟ ايش عنده ايش فيه قصدي؟ الموز، المانجا، الزيتون، الليم، الهند، كل شيء موجود فيه. يعني تروحوا هناك تستمتعوا بالمناظر بالعيد؟ حلوة مناظر، نصور نسوي كل شيء. الأماكن التي أزورها أماكن يعني كثيرة ومتنوعة، وبالذات بداخل المدينة الأماكن المرتفعة والحدائق والأماكن ذي مثل جهات الضباب، جهات التربة، جهات البركانين. مع الحرب هذا الوضع لا نستطيع نتحرك بأي شيء، نشتي نروح نزور الأهل والأحباب منهم في الحوبان ومناطق يعني خارجة عن المدينة، لا نستطيع ولا يعني ولا أي حاجة بسبب الظروف والإمكانيات.
إن شاء الله تفتتح الطريق ويكون في إمكان أن واحد يخرج لأماكن بعيدة مثل عدان وصنعاء والأماكن الحديقة الموجودة بالحوبان، حديقة الحيوان وغيره. يعني إحنا كنا من قبل الحصار وقبل الوضع المعيشي ذا كنا عارفين أنه أيام العيد نخرج في نزهة إلى عدان، إلى المناطق السياحية عدان، المخال، خوخة، الحوبان، حتى مدينة الحوبان اللي مألوفة بالمدينة الملاهي. الآن أصبح مع وضع الحصار أصبحنا محاصرين حتى عن الخروج من مدينة الحوبان. نعم، يعني إن شاء الله تعود الأوضاع إلى خير ويستطيع الناس الذهاب إلى الأماكن السياحية كما ذكر، إلى المخا وإلى عدن وإلى السواحل في كل المحافظات، وبإذن الله يعني تعود الأمان ويعود الفرحة لكل الناس. يمكن كل الإجابات كانت نوعا ما متشابهة عدا من تحدث أنه يذهب إلى الجبهات لزيارة الأبطال هناك، يعني تحيانا لكل أفراد الجيش الوطني وأيضا المقاومة، ونتمنى لهم أكيد عيد مبارك. تماما، إلى موضوع مختلف مشاهدينا الكرام، وفقرة أسماء الله الحسنى نحمل لكم فيها معنى اسم الله المحيي المميت وفضله. وصف الله نفسه بالمحيي المميت، وذكر علماؤنا أن من معاني هذين الاسمين الجليلين أن المحيي خلق الحياة ومعطيها لمن يشاء، والمميت هو نازع الحياة وسالبها ممن يريد. فيعني سبحان الله تعالى، سنتعرف على معنى هذين الاسمين وفضلهما إذن مع الدكتور سليمان الدقور في هذا التقرير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام. نسعد دائما باللقاء بكم، وسعدنا باللقاء معكم في هذه الأيام الطيبة المباركة التي عشنا فيها مع أسماء الله سبحانه وتعالى، وحاولنا قدر الاستطاعة أن نفهم هذه الأسماء ونحاول أن نعكسها في واقع حياتنا. اليوم نعيش مع اسم من أسماء الله، يمكن بعض الناس لما يتذكر هذا الاسم شوي نفسه يعني تضطرب، لكن هذا أمر ضروري، لأنك أنت ينبغي أن تدرك الحقائق المحيطة بك، وينبغي أن تدرك السنن التي تحيط بك. أنت أيها الإنسان كائن حي، لم تأتي هنا إلى الدنيا عبثا، ولم تأتي بإرادتك واختيارك، صحيح، لكنك تعيش بإرادتك واختيارك، يعني جئت بغير اختيارك، صحيح، لكنك كيف تعيش وكيف تحيا هو باختيارك. وكذلك الأمر، أنت لا تستطيع أن تموت باختيارك، لأنك إذا ذهبت لتقتل نفسك أو تنتحر أو شيء فأنت وقعت في محذور كبير جدا. إذن مجيئك ومغادرتك لهذه الدنيا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكنك بين مجيئك وبين مغادرتك أنت تحيا بإرادتك وتحيا بنفسك وتحيا باختيارك وتختار الطريق التي تسلكها. الاسم الذي نعيش معه اليوم هو اسم الله عز وجل المحيي واسم الله المميت، وجمعنا بين هذين الاسمين لأنهما يمثلان حقيقة الحياة. المحيي سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الحياة لكل شيء، كل هذه المخلوقات التي نعلم والتي لا نعلم. أقرأ قبل أيام عن أنواع العناكب، وإذا هي تصل إلى ما يزيد عن 50,000 نوع من أنواع العناكب المكتشفة حتى الآن، وهذه لا تساوي شيئا قياسا مع الأنواع الأخرى. أنواع الأسماك اللي في البحار والخصائص وطبيعتها، هذه كلها الكائنات الحية الدقيقة، من التي أمدها بالحياة؟ الله سبحانه وتعالى. أنت من الذي أعطاك الحياة؟ صحيح أنت جئت بسبب أمك وأبيك، من الذي أعطى الحياة لأمك وأبيك؟ من الذي أعطاك الحياة ونفخ فيك هذه الروح وأنت في بطن أمك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم ينزل الملك ويأمره الله عز وجل بأربع كلمات وينفخ فيه الروح، ثم يكسى العظام لحما. هذا الأمر من الذي أوحى به؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي نفخ فيك هذه النفخة الروحانية منه عز وجل، فأعطاك الحياة، أعطاك سبب هذا الوجود، وهو سبحانه وتعالى بيده الموت. لذلك سبحانه عز وجل دائما ما يقرن لنا بين يحيي ويميت، يحيي ويميت. الله سبحانه وتعالى كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء
قدير، أي الذي يحيي هذه العظام ويحيي هذه النباتات ويحيي هذه الموجودات، هو القادر على أن يحييك مرة أخرى من جديد. إذن هذا الاسم أحبتي في الله ينبغي أن نعيشه وأن ندركه في واقع حياتنا. أنت تدرك أن الحياة بيد الله فتخاف على أي شيء، وأنت تدرك أن الموت بيد الله فتخاف من أي شيء، إذا كانت بدايتك ونهايتك بيد الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا يتطلب منك؟ يتطلب أن تعرف سر وجودك وسر حياتك. وربنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني الله هو الذي خلقك، هل خلقت لغير هدف أم خلقت لهدف كبير وهدف سامي ينبغي أن تعيش له؟ ثم تعتقد أنك يمكن أن تفلت من أن يردك الله سبحانه وتعالى إلى الآخرة؟ أبدا. ثم إلينا لا ترجعون؟ لا، أنت سترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن ندركه في فهمنا لاسم الله سبحانه وتعالى المحيي والمميت أن هذه حقيقة لا مفر منها. الواجب علينا أن نستشعر كيف يمكن أن نكون مراقبين لله في كل شأن من شؤون حياتنا. رمضان هذا العام مر علينا، من منا يضمن أن يعود عليه رمضان للعام القادم؟ كيف تستثمره؟ كيف تتخرج منه؟ تتخرج من هذه المدرسة، مدرسة رمضان، وأنت على أهبة الاستعداد لتلقى الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنه كما أحياك في الدنيا وأماتك فإنه يحييك يوم القيامة، لكنك لن تموت، فهناك إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا في الدنيا على الإيمان، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يبعثنا يوم القيامة بالإيمان ليدخلنا الجنان. بارك الله فيكم، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك دكتور سليمان الدقور على كل هذه التفاصيل والمعاني والفضل لأسماء الله الحسنى التي تابعناها خلال الحلقات الماضية كلها من رمضان والناس. شكرا لك جزيلا، وشكرا أيضا للمتابعين على متابعتنا طوال هذا الشهر الكريم. تماما، نحن وصلنا معكم إذن للمحطة الثانية في مطبخ رمضان والناس مع شيف تاني العتيبي، وفي وصفة عيدية متميزة ترافقها أيضا صفاء. نعم، أصابع التمر. حنتعرف على الخطوة الثانية إذن بعد ما خليناها العجينة تخمر، صح؟ أكيد. وأيضا الحشوة بعد ما عجناها. شوف، هي ما حتخمر كتير معي لأنه أصلا كمية الخميرة مو كتيرة، بس صح. هي كمية الخميرة مع البيكنج باودر راح تشتغل معي بالفرن، بس الهدف نريحها أكتر. خليتها على الفرن داخل الفرن؟ لا، خليتها فوق الفرن. أنا ربع ساعة فوق الفرن يعني ده. لمدة اشتغلت شوي أنا تحت الهواء. يا سلام، بلشنا لحتى نكسب وقت. العجينة قوامها زي ما احنا شايفين طري شوي، يعني مش عجينة قاسية، مش عجينة معجنات خبز، تكون طرية شوي لحتى تطلع معها هالشيء أكتر. تمام. رح نطول قطعة وراح نفردها شوي بهذا الشكل، راح أخليها مطاولة شوي. وراح نستعمل اليوم البيلم. راح تعملي واحدة طويلة بعدين تقصيها عشان تكسبي وقت برضو، ها؟ راح نعملهم نقصها بالسكينة. راح نفردها ما نخليها سميكة لحتى ما تطلع كلها يعني كلها عجين. نحس بال عم يسموها مقروطة. هلا المقروطة عادة يعني أبسط من هيك، بتكون ما بتكون مغلفة بالسمسم، وبتكون يعني إجمالا أعرض، يعني هي الطريقة الأسهل يعني. بس هاي الطريقة بدنا نقول لا، هي مش أخف، هديك أخف، هديك أخف، هاي شوي فيها شغل أكثر ومغلفة بسمسم، ولا هي ممكن يعني. ممكن بنفس الطريقة نعملها هيك. أنا عندي الرؤها مناسب ما يكون كتير سميكة. رح ناخذ قطعة عجوة ورح نعملها طاولة هذا الشكل. أنا سميها تمرية، اللي هي التمرية، هاي الأكلة اسمها تمرية. تمرية أو البسكويت اللي هو بينباع مثلا، ممكن مغلف ومعلب نسميه تمرية برضه. بينباع زيه صح، جاهز. مصانع بتعمله وبينباع في المخابز ومحلات الحلويات. أنا هاي هيك قطعة على قد موجود العجين، موجود في السوق. رح نقطع الزايد، أنا ما بديك كتير تطلع اللفة سميكة، رح أقطع اللي مش منتظم إجمالا. رح أشيل الزايد، أنا إجمالا فردتها كويسة على قد الحبة، بس ممكن تطلع معي مثلا مش منتظمة. رح أشيل الزايد زي هيك، رح ألف، أحاول ألزق طرفها. ما بتكسر معك العجين؟ لا، طرية جدا، مش رح تتكسر، مش ناشفة. رح أحاول لما أبرم طرفها أحاول ألزقه في العجين لحتى ما يفلت. تمام. يعني شوف كيف أنا ضغطت شوي أولها لحتى تمسك بالعجين. هلأ بلف
بنلفها، بحاول وانا الف اضغط لحتى العجين تلزق في ممكن حتى اكثر من لفه، مش ضروري فقط انه هي اكثر من لفه حسب يعني. انا بحاول انه ما تكون كثير حبه سميكه. أيوة. ما تكون يعني العجين كثير ملفوف حوالين انا هاي حساسه زياده شوي، ممكن اشيلهم مش تطلع كثير كلها عجين. شايفين يعني انا لو مسكت واحده هيك شايفين الحشوه، يعني تاخذوا الكاميرا كذا تشوفوها يعني كميه الحشوه باينه. تكون يعني مناسب. انا بحب تكون العجوه كثير مبينه، مش تكون الخبز اكثر. في ناس على فكره بحبوا يكون العجين اكثر من العجوه، يعني اذواق بتصفي. انا هيك عندي مناسب. نشوف كيف السمك. يا سلام، مش كثير سميك العجين. هلا انا بدي امسك اغلفها في الزبده. هلا ممكن اقطعها بهذا الشكل واكتفي. هلا المقروطه بتطلع شبه هيك، بنضغطها شوي. هلا راح نحط السمسم، راح نمسك العجين هيك ونحطها بالسمسم، نحاول ندحرجها. هي طلعت اكبر من الصينيه، رح نحاول ندحرجها. ممكن تقصها، ممكن توفر وقتك هيك اسرع. احنا ناس عمليين مش نضيع وقت. بحاول الفها ويزق. طبعا التمريه والكعك هم يمكن الاعلى في السعرات الحراريه. خلونا نتكلم، البسكويت هي الاقل صح ولا لا؟ البسكويت لانه فيش فيه عجوه. اقل حاجه في السعرات الحراريه بسكويت المخبوز. بحاول الفها بالسمسم، بحاول الفها هيك اضغطها حتى حبات السمسم تلزق فيها اكثر، واخليها منتظمه يعني مرتبه. هيك مغلفينها من كل الجهات بالسمسم. من كل الجهات. شوفي كيف انا مدحرجها، كل الجهات فيها سمسم. يا سلام، هيك انا لزقت معي حبات السمسم تمام. هلا شوفي اللي بيحبوا السمسميه حيحبوا كمان. هلا السمسم فيه فوائد كثير عاليه جدا في الكالسيوم والمغنيسيوم، بقول لك فيه اكثر من الحليب ما شاء الله. فاحنا بدنا نواسي نفسنا نواسي نفسنا من السعرات الموجوده فيه، بدنا نقول على الفوائد نريح ضميرنا شويه. هلا شوفي انا عندي بانه هذا مسطر، ممكن اعمله بالضبط بالسنتي وممكن بالعين. هلا كل واحد مثلا مش شرط هو يعني، بس انا حاولت يكونوا نفس الطول. انه عندي هذا الشيت، هذا عندي مسطر، ممكن اعملهم نفس الطول، احاول استغل يعني انه هاي الشيت موجود عندي، مش موجود بحاول بالنظر اخليهم قد بعض. هذه سيليكون صح ولا لا؟ سيليكون. ايش يسموها؟ شيت سيليكون، تكون شيء لل يعني نقول للخبز. للخبز بيستعملوا لرق العجين للعجين، عشان ما اشتغل على السطح وبستفيد من الترقيم اللي عليه ومن الارقام اللي عليه. هيك انا عندي الحبه جاهزه، كل حبه برجع بدحرجها شوي، وهيك بكون عندي جاهزين لحتى ينحطوا بالفرن. الفرن بكون حامي على درجه 200، زي ما نقول الكعك والبسكوت ما بده حراره هاديه اللي فيه خميره، عشان نرجع ناكد على الموضوع. راح نصفهم بالصينيه بهذا الشكل. هاي طلعت صغيره شوي معنا، نصفهم بهذا الشكل، نخلي شوي فراغ بينهم لانه شوي راح يكبروا، ولحتى نخلي الهواء السخن يمر بينهم. انا هيك عندي الصينيه جاهزه، راح نحطها في الفرن على الرف تحت على الحراره. ممكن تاخذ معي ربع ساعه لحتى تاخذ لحم من تحت، بعدين بنحمرها من فوق. بتكون معي اصابع التمر جاهزه للتقديم. كل يمكن تقريبا الكعكات والنوع هذه من الحلويات من 10 دقائق لربع ساعه اجمالا. البسكويت بشكل عام والكعك بياخذ من 10 ل 15 دقيقه ماكسيمم. تمام، هلا حنكمل الباقي اذا تحت الهواء. خلونا نروح الان لفاصل وحنشوف بعدين الشكل النهائي لاصابع التمر. فاصل قصير مشاهدينا ونعود اليكم. اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جزى الله سيدنا محمد عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمد عنا خيرا، جزى الله سيدنا محمد عنا خيرا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الاكارم في كل مكان. للعيد فرحه خاصه في اليمن تتمثل بقيمه التكافل المنتشره بين مختلف فئاته، والتي بها تمسح دمعه الحزين ويجبر قلب المكسور. سيكون معنا عبر الاقمار الصناعيه الاستاذ مختار هزبر، وهو المدير التنفيذي لمؤسسه جنات التنمويه، ليحدثنا عن اهميه قيمه التكافل ودورها في نشر فرحه العيد. مرحبا بك سيد مختار، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم جميعا وفي جميع المشاهدين لكم. اهلا وسهلا فيك سيد مختار. يعني هي كثيره الجهات اللي
تعمل في جانب التكافل وفي جانب العمل التطوعي تحديدا. وفيما يخص نشر فرحة هذا العيد، ما أهمية وجود مثل هذه الجهات خاصة في وقت الأزمات؟ في البداية نهنيكم بقدوم عيد الفطر المبارك ونهني جميع المشاهدين الكرام. في هذه المناسبة العظيمة تكمن أهمية كبيرة في إبراز التكافل والتعاون في المجتمع، خاصة في هذا الوضع الذي تمر فيه اليمن عموما وتعز خصوصا. فأهمية هذه المبادرات والجمعيات في إحياء هذه المبادرة العظيمة أنها تحيي قيمة عظيمة من قيم الإسلام، وأيضا القيم التي تحافظ على المجتمع وعلى النسيج المجتمعي من خلال التكافل والتعاون، من خلال العطف على الفقير والمحتاج وإعطاء هؤلاء الفئة الاهتمام الكبير في هذا اليوم المبارك، ونغنيهم عن السؤال وعن الطواف حتى يتمكنوا من أداء مناسك العيد كما يتمها باقة الأسر القادرة على ذلك. نعم جميل. طيب سيد مختار، السنة اللي فاتت كانت حاضرة معنا تعز وأبناء تعز بنشاطاتهم الكثيرة وبمبادراتهم أيضا الكثيرة التي برزت قبل أيام العيد بتوزيع كسوة العيد وجعلت العيد وغيرها من المبادرات. لو ممكن أن تقول لنا الآن كيف الوضع الآن في شارع التعزي؟ هل هناك مبادرات كثيرة شغالة على هذا الموضوع؟ نعم، المبادرات والجمعيات والمؤسسات الخيرية كثيرة جدا في تعز، وتسعى لأن تجعل العيد فرحة كبيرة لهؤلاء الفقراء والمحتاجين وللأسر المتعففة والأسر النازحة. كما تعلمون تعز تعاني من حصار مطبق من أكثر من 7 سنوات، وأكثر الأسر نازحة ومشردة والطرق مغلقة، فذلك يحتاج إلى تكاتف كبير من جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية والفردية. حيث نحن في المؤسسات وكما نحن أيضا في مؤسسة جنات نولي اهتمام كبير جدا لهذه المناسبة العظيمة. نحن من 20 رمضان نبدأ في التجهيز لكسوة العيد ولتجهيز الشوكولاتات والحلويات للبرامج التي تقام خلال فترة العيد، حتى نستطيع أن ندخل السرور والفرحة على هؤلاء الفقراء والمحتاجين والأسر النازحة والمتعففة في ظل الوضع الذي تمر به البلاد. نعم، برأيك يعني إيش هي أهم الأعمال إلى جانب مثلا كسوة العيد والشوكولاتات، يعني الحلويات العيد التي تقدمونها، ممكن أعمال أخرى تكون مساهمة في إدخال فرحة العيد خصوصا لمن فقدوا أحد أعمدة بيتهم أو قريب من أقاربهم؟ نحن في مؤسسة جنات نركز بشكل مباشر على كسوة العيد، حيث نهتم في كسوة الأسرة بشكل كامل الصغار والكبار، أيضا على المبالغ النقدية اللي هي تسمى العيدية، لكن مبالغ كبيرة تكفي هذه الأسر. أيضا البرامج المجتمعية، حيث نقيم احتفالات وألعاب للأطفال، نشتري الهدايا والجعالة للأطفال. أيضا نعمل يوم مفتوح أيضا للأسر هؤلاء سواء في الحدائق أو في الأماكن العامة. أيضا الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق العمل اللي موجود معنا في جنات والعمل والفريق التطوعي، حيث نقوم بزيارة أكثر الأسر من هؤلاء المستهدفة لدينا. نعم جميل. طيب سيد مختار، يعني وأنت قريب من الفئة التي تستهدفونها خلال فترة العيد، حابين نعرف منك كيف ردت فعلهم، كيف كانت نفسيتهم لما يلقوا أنه في شباب من مناطقهم بتساعدوا معهم، وأيضا ما الأثار الإيجابية المترتبة على انتشار وتأصيل قيمة التكافل في المجتمع اليمني، خاصة في الأوضاع اللي تحدثت عنها، أوضاع متردية جدا تمر بها البلاد. بالنسبة للفرحة والسرور، نحن نلاحظها على هؤلاء المستهدفين لدينا، حيث نشعرهم بأنهم مثلهم مثل باقي المجتمع، أنهم نشعرهم أنهم لم يفقدوا عزيز أو قريب، ونحن قريب منهم ونحن نشتغل أيضا معهم. نحن وفريقنا التطوعي نشتغل 3 الأيام الأولى، بعض الأحيان تصل إلى 5 العيد إلى 6 العيد، حتى أن الفريق لم يأخذ إجازة إلا من بعد 5 أو 6 العيد، لكي نؤلي الاهتمام لهؤلاء الفئة المستهدفة. فأهمية التكافل الاجتماعي مهم جدا، حيث أنه يؤدي إلى ترابط المجتمع وإلى نشر أواصر المحبة فيما بينهم، أيضا إلى رفع
مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة، أيضا إلى التخفيف من حالة الفقر والعزل لدى هؤلاء الأسر، أيضا يؤدي إلى رفع المعنويات لدى هؤلاء الفئة المستهدفة، وأنهم يوجدون في مجتمع حي ومترابط، وأنهم متماسكون فيما بينهم، فلا فرق بين هؤلاء الفئات الفقيرة والمحتاجة والأسر المتعففة والأسر القادرة على العمل وتغطية احتياجاتهم. فنحن نحاول بكل الطرق من أهداف هذه البرامج أن يكونوا في مستوى واحد وفي مجتمع واحد مترابط. نعم، كيف تصلون لهذه الجهات المستهدفة سيد مختار يعني، وما هي أبرز ربما الصعوبات التي تواجهكم في الحق التطوعي، خصوصا أنه يعني نسبة الفقر الآن كبيرة ونسبة المحتاجين أيضا كبيرة؟ الفئات المستهدفة عندنا نحن نستهدف أسر النازحين بشكل أساسي، والأسر الفقيرة، أسر الشهداء والأيتام، الأسر الفقيرة، أيضا لا ننسى الأسر المتعففة التي ممكن يغلقوا الأبواب على أنفسهم في أيام العيد بسبب عدم قدرة هؤلاء الأسر على تلبية احتياجات العيد وتوفير متطلبات أولادهم. فنحتاج نحن أن نكون جنب هؤلاء الأسر بشكل مباشر من خلال برامجنا في مؤسسة جنات التنموية. نعاني نحن من صعوبات كبيرة، وهي قلة الدعم وقلة الإمكانيات وقلة توفير المتطلبات لهؤلاء الأسر بسبب كثرة الطلب. الآن الفقر اتسع بشكل كبير جدا، الحصار المطبق، البطالة، التوقف أكثر الأعمال، هذه الأشياء التي جعلتنا نعاني من أزمة بسبب عدم توفير الاحتياج كامل. لكن نحاول نسدد ونقارب ونحث المجتمع وفاعلين الخير والمؤسسات الخيرية المانحة حتى نتجاوز هذه الصعوبة. جميل، طيب هي نقطة مهمة اللي فتحتها حضرتك الآن يعني سيد مختار، الجهات المانحة، الداعمين، التجار، فاعلية الخير أيضا، كيف كان تعاونهم معكم وما هي رسالتك اللي حاب أنك تقدمها لكل فاعلي الخير في ونحن يعني على أبواب العيد؟ نقدر نقول هذه السنة بشكل عام المؤسسات والجمعيات الخيرية الدعم خفيف مقارنة في العام السابق، لذلك عانينا في صعوبة بتوفير متطلبات هذه الفئة من أبناء المجتمع. نحن نحث أبناء المدينة بشكل خاص، التجار ورجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب المال الكبيرة أن يساعدونا وأن يلتفتوا لهؤلاء الفئات المستهدفة. نحن نعاني بشكل كبير من الدعم، وأيضا نحث المجتمع المؤسسات المانحة الخارجية أن يكون في أولوية لمثل هؤلاء الفئات المستهدفة، وأن يكون برامجهم مستهدفة تسعى في توفير الدعم والترتيب وإيصاله إلى مستحقيه. نعم، يعني أتمنى أن تكون هذه الرسالة وصلت إلى جميع فاعلي الخير و رائدي الأعمال حتى اللي ممكن يساهموا في كثير من ربما تغطية بعض احتياجات هذه المؤسسات الخيرية والمبادرات الخيرية للمساهمة في نشر هذه الفرحة العيدية في عند الفئات المحتاجة والنازحين أيضا اللي بعيدين عن أهاليهم وفقدوا أحد أقاربهم أو أحد أعمدة بيوتهم. نشكرك جزيل الشكر إذن سيد مختار عبد هزبر المدير التنفيذي لمؤسسة جنات التنموية. اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا. الله يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام يعطيكم الف عافيه، يعني اكيد كلنا نتمنى ان تدخل الفرحه الى كل بيت متعفف، كل بيت ما عندوش القدره على يعني عيش ابسط حاجات العيد، انه ابنائي يكون عندهم كسوه جديده، انه يكون معاهم صحن زبيب وصحن نوز وصحن كعك، يكونوا عايشين اجواء عاديه جدا. اي حد قادر انه يساعد اكيد حاول انك تتفقد جيرانك، تتفقد اهلك، خيركم لاهله، كل واحد يحاول يقدم بلدي يقدر عليه. احنا مستمرين معكم في رمضان والناس، ولكن بعد هذا الفاصل. التواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب، يا تواب تب علينا سامحنا فيما جنينا يا تواب، يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب، يا تواب تب علينا
بمنى يا تواب يا تواب تب علينا والحقنا بالصالحين يا تواب. ذلك المتابعين معنا من بداية هذه الحلقة في مطبخ رمضان والناس كانت معنا وصفة متميزة وجميلة وسهلة مثل ما بتقول صفاء، فأكيد حتكون سهلة إن شاء الله بالنسبة لكم. حنرجع الآن نشوف مرة ثانية معك إذا صفاء الشكل النهائي. نعم الشكل النهائي، وعموما كل الوصفات تبع الكيك اللي احنا أو الكعك اللي احنا سويناها كانت جدا سهلة ولذيذة، وأنصحكم أنكم تجربوها. فنروح نشوف الشكل النهائي بعد ما تركناها في الفرن لمدة ربع ساعة. ربع ساعة نضجت معي من تحت وأخذت لون ذهبي حلو، السمسم متحمص زيادة ونفس العجين حتى بينا محمصه. طبعا هي ساخنه بتكون لسه هشه، فكرها كانها شوي عجين بفكرها الشخص. بس جوانا لازم تبرد، يعني المفروض ما نحركها من بارده. لازم تتاكل بارده لانها اصلا كثير بتشتفت وبتهرهر وهي سخنه، فبتتماسك اكثر ووقت ما تبرد. وان شاء الله صحه وعوافي. كل عام وانتم بخير وان شاء الله بتعملوها وسهله مش صعبه. وانتم بخير شفت هاني، ويسلموا ايديك على هالوصفات. يعني احنا سوينا كمان الكعك اليوناني، سوينا كمان الكعك اليمني، الكعك اليمني البلدي جدا لذيذ، وكمان ايش عملنا بيتفور بالقهوة. هذه كلها ترجعوا تستطيعوا انكم ترجعوا لها من قناتي يا شباب على الفيسبوك ايضا على اليوتيوب، ويعني تتمتعوا بتشكيله حلوه من الكعك والحلويات في العيد. اذا مشاهدينا خلونا الان نروح لفاصل ونعود لاستكمال ما تبقى معنا من فقرات رمضان والناس. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلنا معكم مشاهدينا الأكارم إلى آخر محطة من محطاتنا في رمضان والناس لهذا المساء، محطة كانت حاضرة معنا في بعض أيام هذا الشهر، يوميات طفل، أطفال أحباب الله، كل ما يتعلق بهم أكيد يبعث في أنفسنا الراحة والطمأنينة. هذه المرة ستكون معنا الطفلة همس من الأطفال المتميزين. نعم، إذا زميلة هناء حاورت الطفلة همس وعرفتنا على يومياتها وأيضا الكثير من التفاصيل سنتعرف عليها في هذا اللقاء. مشاهد يظن أن الأشرار في هذا العالم هم الذين نراهم في أفلام الكرتون، كإصابة الرداء الأبيض وزوجة أب سندريلا، من سواهم الأطفال. إيش اسمك؟ همس. همس؟ همس مين؟ صفكم يا همس، تدرسي ولا لا؟ إيه. إيش تدرسي؟ إيش تدرسي؟ إيش تدرسي؟ بالمدرسة ولا الجامعة؟ المدرسة. إيش المدرسة؟ المدرسة. يعني إيش المدرسة؟ المدرسة. تدرسي إيش؟ صف كم؟ مدري. تحبي تغني يا همس؟ لا. تحبي ترقصي؟ لا. تحبي ترسمي؟ لا. تحبي ترسمي؟ ايش ترسمي؟ بابا وماما. ترسمي بابا وماما؟ ايش اسمه بابا؟ مدري. نشوان. نشوان. وماما؟ مدري. لا. ريم. شطورة. وانت اسمك همس، اكثر واحدة من صحباتك تحبيها مين؟ ريمان. هي حلوة ريمان زيك؟ ايش اسمها هذه؟ قولي لي ايش اسمها. طيب سيسي. سيسي؟ تعرف تتكلم؟ ايش اسمك؟ الشقوط. سيسي. كم عمره سيسي؟ أربع سعيك؟ خمس سنوات. أنت خمس ولا أربع؟ أربع. وهي خمس، يعني هي أكبر منك؟ تحبيها كثير؟ أنا أكبر مني. شطورة. طب تحبي سيسي كثير؟ إيه. إيش في برجلك؟ لا مسك قبصني. أنا مسك قبصك؟
يعني أمس ليش تقبسها حرام؟ ما أشوفش. كيف يجي النامس هذا؟ من أين يجي؟ من القمامة. من القمامة حتى الذبابة. يا أمس في حاجة حلوة هنا، هذا إيش؟ أقول لك شيء. أيوة. النامس يجي من القمامة لا فوقنا. ذبابة. حتى الذبابة؟ تحب النامس ولا الذباب؟ القطة. القطط؟ تحب القطة؟ عندك قطة؟ لا لا لا. مش ما عندكش قطة وانت تحب القطط؟ ما عنديش قطة. اشتري قطة. ليش ما تشتريش قطة؟ كلب اشتري. تشتري كلب؟ كلب ايه. ما تشتري كلب؟ لا. ايش بتسميه؟ صغير. ايش بتسميه؟ سارة. بتسموه سارة؟ من هو كلب؟ كيف يصلح تسموه سارة؟ جوجل. جوجل حلو. ايش يعني جوجل؟ جوجل 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 اشتقهم بسرعة. طيب جوجل هذا ايش يسوي فيه با؟ تعرفي جوجل؟ تعرفي الفيسبوك؟ لا لا. طيب القمر الصناعي؟ ايه. كيف يجي القمر الصناعي؟ اكتا دائرة؟ ايه. كيف يجي القمر الصناعي؟ دائرة. دائرة؟ ايش لونه؟ ابيض. ابيض؟ والسماء ايش لونه؟ ازرق. ازرق؟ يا همس في حاجة هنا حلوة حبيتي، ايش ذا؟ اللي بيديك، هذا ايش اسمه؟ خضاب. خضاب؟ يلا، ايش الجاذبية الأرضية؟ هذه. هذه؟ هذه ايش؟ الأرض. الأرض؟ طيب، ايش يعني؟ بحر ميت، ايش يعني بحر ميت؟ من قتلوه. من قتلوه؟ سبايدر مان. سبايدر مان، هذاك الشقاع اللي ضرب التلفزيون. تتابع سبايدر مان؟ ايش؟ ايش يعني؟ ايش يعني بيع؟ تعبتي؟ تعبت؟ خلاص مشاهدينا همس تعبت، إذا نختم فقرتنا لهذا اليوم، استمتعنا مع الطفلة الجميلة والرقيقة والأنيقة همس، ألتقيكم في فقرة قادمة مع أطفال آخرين، دمتوا بخير، إلى اللقاء. وأنت بألف خير هنا، الله يعطيك ألف عافية، وهمس حتى الله يسعدك أسعدتينا فكرة إنه اسم جوجل مش عارف فين لقيت طاح حبة الاسم جوجل، حبة الاسم وخلاص، شو تسمي الكلب جوجل؟ نعم، لطيفة وجميلة، أسأل الله يعافيك. حبيت خيالها الواسع صراحة، يعني لدرجة إنه البحر الميت قتل سبايدر مان، ما شاء الله عليها يعني، وكمان خرجت برا الخيارات اللي أعطتها، اختارت القط اللي هي الحيوان اللي تحبه. نهفة، يعطيك ألف عافية، هذه كانت آخر فقرة من فقرات يوميات طفل معنا في برنامج رمضان والناس. هناء كان هذا آخر ظهور لك معنا، يعطيك ألف عافية، الله يقويك يا هناء، شكرا جزيلا لك وجميع أكيد المراسلين اللي كانوا معنا، سعد العماد كان معنا، الله يعطيك ألف عافية باستطلاعاتك وتقاريرك المتميزة، عبد الله مؤمن نقلت لنا سيئون بحضارتها وبفعالياتها الجميلة وبالحاجات الجميلة اللي تعمل داخل سيئون، يعطيك العافية. عبد الغني خصروف من شبوة، شبوة الجميلة ما عرفناش إلا من خلالك يا عبد الغني، الله يسعدك ويعطيك ألف عافية، نتمنى لك كل الخير ومن توفيق إلى توفيق، من نجاح إلى نجاح. أيضا الزملاء في تعز، أنتم أكثر الزملاء كنتوا نشاطا وحضورا معنا دائما في رمضان والناس، سالي المخلافي، سونيا الحرازي، وأيضا هنا اللي كانت معنا من شوية، المبدعة حتى هند المجاهد، يعطيكم ألف عافية جميعا، الله يقويكم. كل الكلام اللي حنقوله مع السوفيكم مش حقكم، ولكن نتمنى لكم عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. نعم، إذا كمان نشكر طاقم الاستديو، المصورين عدي ومحمد وأيضا أحمد العجرمي، نشكر أيضا طاقمنا الموجود في الجاليري، المخرج نبيل الخطيب والمخرجة مرام الشريف، أيضا مهندس الصوت أبو علاء، وأيضا من السجي ليث مزهر، وأيضا المونتير في المونتاج وسام روحي، وفي الإعداد أيضا كانت نورة فهد وهبة، أيضا ما ننساش نشكر شيفت هاني اللي كانت حاضرة معنا طوال كل هذه الحلقات، وأبو النور اللي مساعدنا كثير يعني، بالإضافة لأيضا زميلتنا سماح، ولك حمير.
الله يعطيك الف عافيه صفاء، اكيد شكرا جزيلا لك على وجودك في هذا البرنامج. الله يعطيك الف عافيه. حلقات جميله، كان مرات يعني سامحونا، كان في مرات نطلع شوي واحنا تابعين، كان في مرات نطلع احنا تعبانين شويه هكذا، ولكن مع الصيام خصوصا يمكن في الايام الاولى من هذا الشهر، كان في مرات ايضا في نص الشهر يعني واحد مرات بيضغط على نفسه يقول يلا فرصه خلونا ننحف خلونا ننزل وزن، بتضغط على نفسك شويه فيجي بعدين وانت تعبان في البرنامج. اكيد نتمنى ان انتم استمتعتوا وانبسطتوا معنا، اخذتوا مننا معلومات مفيده، واحنا معكم اكيد ما بنروحش بعيد، احنا على شاشه تيمان شباب طوال ايام السنه، سنكون معكم من اول ايام العيد في برنامج لمة حبايب مع ضيوف متميزين ان شاء الله. اكيد نشكركم اذا على متابعه رمضان والناس، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، في امان الله. في امان الله.